في سؤال بيقول: إذا اختلف الأبوان في طريقة تربية الأبناء، فهل تجب على الزوجة أن تطيع زوجها أم أنها تظهر الطاعة أمامه ثم تفعل ما تراه مناسبا بعد ذلك مع ابنها؟ فأفيدوني أفادكم الله. تربية الأبناء هي مسؤولية مشتركة، ما نقدرش نقول أن الأب هو المسؤول الأول، أن يجب على الزوجة أن هي تطيع زوجها في طريقة تربيته لأولاده. لأ، هنا لأ، مش هنعمل كده، لأن طاعة الزوجة لزوجها مش طاعة مطلقة، دي طاعة في حاجة معينة. يعني ايه طاعة مطلقة؟ الطاعة المطلقة دي لله، اللي هي أي حاجة ربنا بيأمرنا بيها بنسمع كلامه. إنما طاعة الزوج مش طاعة مطلقة، يعني اللي هو يقوله كلنا لازم نقول حاضر ونقول تمام حتى لو كنا غلط. لا، الموضوع هنا احنا شركاء، احنا الاتنين قدام ربنا هنتسائل، احنا الاتنين المسؤولية وقع علينا احنا الاتنين، فلازم احنا الاتنين ناخد قرارنا. فهما الأولادنا أمانة، ربنا سبحانه وتعالى استأمننا احنا الاتنين عليهم. احنا عندنا في الإسلام الصح والدين هو اللي بيمشي، مش كلام الأب هو اللي بيمشي، فالمسؤولية مسؤولية الطرفين. والحديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. يعني شفتي، هو هيتسأل وانت برضو هتتسألي، فانت مش تابعة لي في موضوع التربية دي. وفي حديث تاني رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. شفت إزاي؟ يعني أبواه، ما قالش الإيه؟ الأب. لا، هما الاتنين بيبقى لهم دور وليهم بصمة وليهم تأثير على الأولاد. المسؤوليات بقى المشتركة دي الشريعة تكلمت فيها وحطت حدود في التعامل فيها ازاي؟ من خلال حوار ومشاورة. يعني الإسلام قال لما يبقى في حاجة واحدة في كذا طرف مشترك في المسؤولية، في الحالة دي لازم يكون في حوار وفي مشاورة، يعني في أمر بالشورى في المسؤوليات المشتركة. في سورة البقرة: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فالإمام ابن كثير قال إيه رحمه الله: فإن اتفق والد الطفل على فطامه قبل الحولين ورأي في ذلك مصلحة له وتشاورا. شفت ازاي؟ يعني قرار الفطام مش قرار الام ولا قرار الاب، لازم هما الاتنين ياخدوا رأي بعض. فلو هما الاتنين اجمعوا على انه يتفطم قبل سنتين فلا جناح عليهما في ذلك، ولا يجوز لواحد منهما ان يستبد برأيه قبل ان يشاور الاخر. يعني انت ما ينفعش تاخدي القرار مع اولادك، لازم تاخدي رأي زوجك الأول، وهو لازم ما يستبدش برأيه ويقول هو ده أنا الراجل وأنا المسؤول وأنا وأنا وأنا. لا، لازم برضو ياخد رأيك في طريقة تربيته للأولاد. وفي دراسات كتيرة قوي بتقول إن المشاكل الزوجية اللي بتؤدي للطلاق سببها غياب النوع ده من النمط من الحياة، إن يكون في الشورى في الأسرة، لما نختلف نتحاور ولما نكون عايزين ناخد قرار يخص الأبناء أو يخص مستقبل الأسرة لازم يكون في مشورة. ومن الطبيعي إن هي يحصل تعارض ما بين آراء الزوجين في بعض المسؤوليات المشتركة في تربيتهم أو في طريقة التعامل معهم. يا ترى هنستخدم أسلوب الشدة ولا هنستخدم أسلوب اللين، ولا ترى هنعمل إيه؟ المسؤوليات المشتركة دي لازم يحصل فيها تعارض، والسبب في التعارض هو اختلاف الثقافة بين الزوجين، أو مثلا إن في أطراف تانية بتدخل بقى بتقول رأيها. فالأم اللي هي شايفة إن زوجها بيستبد برأيه في تربية الأولاد تقوله لأ، لو سمحت إحنا هنا لازم نتفق على الأساسيات الأول، لازم نتفق على إن إحنا إيه الأسلوب اللي هنتبعه مع الأولاد، لأن ممكن أنت تقول لهم يمين وأنا أرجع من وراك أقول لهم شمال، فده كده هيضر بيهم. دي بتبقى عايزة بقى إيه؟ يعني تفاهم ما بين الأب والأم. فمهم جدا إن إحنا إن الأب والأم إن هم يتعاملوا بصدق وصراحة مع بعض
ما ينفعش ان هي تخبي عنه حاجه ولا هو يخبي عنها حاجه، هي لان هي امانه مشتركه بينهم هما الاثنين. احنا هدفنا هو ان احنا نرضي ربنا في عيالنا، مش نتصرف بهوانا وبالطريقه اللي احنا تربينا بيها، وان احنا عايزين نفرض سيطرتنا، ولا احنا يلا بقى دول عيالك اتصرف انت فيهم. لا، ده الموضوع طالما فيه نتسائل قدام ربنا يبقى موضوع دين، يبقى الموضوع يحتاج لعلم ويحتاج الى صبر، ولما نختلف نتحكم الى كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. ممكن نسمعه مثلا دروس عن تربية الأولاد زي مثلا دكتور صلاح عبد الكريم، وكمان دكتور ياسر نصر، وفي كمان الشيخ إبراهيم الشربيني، ده هايل جدا في موضوع التربية، ليه سلسلة كده عن تربية الأولاد. اسمعوا انتوا الاثنين وقعدي كده معاه، وزي ما قلت لك قبل كده ما تقطعش الحوار واصبري عليه، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيكافئك على الصبر ده، وهيكافئك على انك انت مثابرة، والله أعلم.